السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معي في تفسير رؤية الطلاق في المنام. وعلاقة هذه الرؤية بزيادة الرزق، كذلك ببركة الصحة والسعادة. كثير من خاصة يعني الزوجين، يعني الرجل والمرأة، إن كانوا متزوجين، عندما يرون أن في منامهم أن هناك طلاق قد حدث، يعني الإنسان يحس بارتباك، ويحس كأن، خاصة بالنسبة للمتزوجة، فإنها تحس كأن ربما هناك أشياء سوف تؤدي إلى طلاق في حياتها الحقيقي. لكن في الحقيقة يعني الرؤية تفسيرها يرمز إلى أشياء أخرى. فلنبدأ بطلاق العزباء. بالنسبة للبنت العزباء، إذا رأت في منامها أن هناك طلاق حدث لها، فهذه الرؤية تدل لها أنها هي غير متزوجة، تدل لها على أنها سوف تنفصل عاطفيا عن شخص ما، شخص ربما هي شخص في علاقة معه، ستنفصل عنه عاطفيا. وإن كانت لها صديقة مقربة إليها فهي ستنفصل كذلك عنها. وإن رأت في منامها أنها ستطلق من شخص ما وتشعر بالفرح والراحة نتيجة هذه الطلاق، فهذه الرؤية تبشرها بفرح قريب الذي قد يكون زواج أو خطوبة. بالنسبة للمرأة المتزوجة، رؤية الطلاق في منامها هو فال حسن، هي رؤية تبشيرية تبشرها بالفرج، تبشرها باليسر، تبشرها بتحسن أحوالها إلى الأفضل. لأن الطلاق في منام المرأة هو دلالة على أن زوجها يحبها ويصينها ويحترمها ويحميها، يعني هو حماية لها. وإن رأت المرأة المتزوجة أن زوجها يطلقها بالتلات، فهذه الرؤية تبشرها بوقوع الخير في ثلاثة أمور في حياتها: سعة في الرزق، مباركة في صحتها، والإحساس بالحب والعاطفة والاحتواء من طرف زوجها. حلم الطلاق في منام الحامل. بالنسبة للمرأة الحامل، إن رأت أنها ستطلق في منامها، فهذه رؤية تبشرها بأنها ستنجب إن شاء الله مولودا ذكرا. وإن كانت الحامل في المنام هي التي تطلب الطلاق من زوجها، فهذه الرؤية يعني ترمز إلى أن هذه المرأة سيقع لها تحولات إيجابية كبيرة في حياتها. في منام الرجل يختلف العلماء التفسير. بالنسبة للرجل المتزوج، رؤيته للطلاق هو يعني بعض علماء التفسير يفسرون بأنه سيء، خاصة إذا ما تم هذا الطلاق في المحكمة. يعني أن الرجل يرى في منامه أنه يطلق زوجته في المحكمة، فهذه الرؤية غير محمودة والعياذ بالله، خاصة إن صاحب هذا الطلاق عنف أو يعني شعور بالكراهية إلى آخره. إن رأى الرجل في منامه أنه يطلق زوجته، هنا ليس في المحكمة، فقط يرى أنه يطلق زوجته ويتزوج بامرأة أخرى، فهذه الرؤية ترمز إلى إلى الرزق، إلى زيادة في الرزق، زيادة في المال، وإلى السعادة التي سوف يعني يحسها مع زوجته التي هي في الحقيقة. لماذا؟ لأن رؤية الطلاق والزواج من امرأة أخرى في منام الرجل يدل على أن الرجل سوف يودع حياته القديمة من فقر أو هم أو غم، وسوف يدخل على حياة جديدة كلها إيجابية، وخاصة من الناحية المادية. وإن رأى الرجل أنه يطلق زوجته بالثلاث، فهذه الرؤية تدل على أن هذا الرجل له بعض الذنوب أو المعاصي التي سيتوب منها. يعني هذه الرؤية هي بمثابة يعني بمثابة أنها تقول أنه لقد تاب من معصية هو فعلها واستغفر الله منها. يعني هذه الرؤية ترمض إليه إلى الهدى وصلاح حاله. هنا رؤية الطلاق بصفة عامة في منام الرجل، ما إن لم يتم في محكمة، وما إن لم يرى الرجل في منام أنه في مشاجرة، في ألفاظ، في عنف، فهو يعتبر فال خير وليس بفال سيء. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تحصل على ورقة الطلاق من زوجها، فإن كانت هذه الورقة التي رأتها المرأة المتزوجة في منامها تعتبر ورقة طلاق ولكنها فارغة، فهذه الرؤية تعتبر
ترمز إلى خير كبير قادم لهذه المرأة في طريقها. وإن رأت المرأة المتزوجة أنها تحصل على ورقة الطلاق في منامها، وبالفعل في الحقيقة كان هناك خلاف بينها وبين زوجها، يعني هذا الخلاف الذي قد يؤدي إلى الطلاق، فهذه الرؤية تدل لها على أن الأمور بينها وبين زوجها إن شاء الله ستصلح وسوف تنتهي، فهي كعاصفة وستمر. الرجل الذي يرى في منامه ورقة الطلاق، هذه الرؤية تدل له على أنه والعياذ بالله ربما سوف يخسر تجارته، أو أنه سوف يفقد أمواله، مما سيؤدي إلى مشاكل في المستقبل مع زوجته، لأن غالبا المشاكل المادية تؤدي إلى المشاكل الأسرية. بالنسبة للمطلقة، إن رأت في منامها أنها تتطلق من طليقها، هنا المرأة المطلقة ترى أنها تتطلق من طليقها السابق، فهذه الرؤية تدل ربما أن هذه المرأة ما زالت لم تطلق هذا الرجل من شعورها، من عقلها الباطن، يعني هذا الرجل ما زال حاضرا في عقلها الباطن بكل ما يتضمن من أمور مؤلمة حدثت معه من مشاكل والمصائب. فلذلك هذا الطلاق، في طلاق المرأة المطلقة من زوجها السابق، غالبا ما تكون أضغاث أحلام، وإن لم تكن فهذه الرؤية ترمز على أن هذه المرأة سوف تمر بالكثير من الأمور المؤلمة والمصائب التي ترتبت عن هذا الطلاق من هذا الرجل. كذلك بعض علماء التفسير يفسرون بأن هذه المرأة ستتعرض إلى خيانة من أقرب الناس إليها. ابن سيرين يرى بأن طلاق المرأة المطلقة، وهنا الطلاق بصفة عامة، يعني ترى أنها تتطلق وليس من زوجها، هذه الرؤية يراها ابن سيرين على أنها رؤية تبشيرية تبشرها بحدوث تغييرات في حياتها إلى الأفضل، وأن حياتها إن شاء الله ستستقر ونفسيتها كذلك ستستقر، وإن شاء الله سوف ترى كل الخير آتي لها في الطريق. هذا كل ما يدل حول تفسير رؤية الطلاق في المنام، هو غالبا فال حسن يدل على الرزق، يدل على السعادة، ويدل على الخير الكثير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى موضوع قادم.